كان حاكم وتوفى الله يرحمه. مركز التعليم المكثف للغات ممثلا لجامعه قاسم الباح اليوم بحضور هذا الحفل لتوزيع شهادات التكوين تاع مرحله التكوين اللي جرات على مستوانا وذلك طبقا للاتفاقيه التي امضيت من طرف الغرفه الاقليميه لمجلس المحاسبه ممثله في السيده مديره الهيكل الاداري التي نتاسف لعدم وجودها لان طارق ان شاء الله ربي يشفيها. عددهم سبعه لمده ثلاث اشهر في اللغه الانجليزيه ونشكر الاستاذه بالمناسبه وكذلك كل اطارات مركز التكوين المكثف للغات اللي هو مركز موجود على مستوى الجامعه اللي تابع كهيكل من الجامعه. ونشكر يعني اضافه لهذا يعني وضع ثقه الغرفه في الجامعه بحيث انها على حسب ما قال لي المدير انهم يعني كان عندهم عده امكانيات في مدارس خاصه لكنهم فضلوا انهم يكونوا في الجامعه احسن. وهذا يعني شرف طبعا للجامعه وشرف للقضاة الذين تابعوا دراستهم في هذا المركز. ونتمنى ان شاء الله انه تكون نتيجه ايجابيه وربما يعطونا اراءهم بعض الاعضاء اذا كان ما فيش مانع. وان شاء الله تتواصل هذه العمليه لانه المدير قال لي بلي في كات نيفو يعني البرومي نيفو خلصنا مازال تروا نيفو سي بوسيبيليتي انهم يكملوا. رانا يعني على اتم استعداد ما كان حتى اشكال. ومرحبا بكم ان شاء الله في اي وقت. وراهي الجامعه مفتوحه ماهوش غير اطار تكوين. المكتبه مفتوحه والاساتذه موجودين في اي وقت تحبوا تجوا للشيخ ولا تحبوا تجوا يعني راهي الجامعه باختيار. شكرا السيد المدير. دوك نطلبوا من السيد رئيس الغرفه الاقليميه يعطينا تفضل شكون يعطينا كلمه. المجلس يعطي اهميه كبيره للجانب التكويني للقزاق ونتمنى تكون يعني تجارب اخرى ونشكروا الجميع على يعني المجهودات اللي بذلوها باش يحققوا هذا. العلاقات الخارجيه وتنشيط التظاهرات العلميه لان كان له الفضل في ان وجهنا على كل حال في هذا تحقيق هذا التكوين وهذا الاتفاقيه ولذا اطلب منه ان يتفضل بكلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليكم. الحقيقه اول حاجه انا نبارككم على الاقل الخطوه الاولى اللي قمتوا بها في اطار التكوين في اللغه الانجليزيه. نتمنيكم ان شاء الله استمرار معناها وتوفيق في المسارات الاخرى. بطبيعه الحال معناها كما ذكر السيد رئيس الجامعه معناها في اطار دائما العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين وهذه تقريبا معناها شيء معروف معناها بشكل كبير على مستوى الجامعه. لابد من الانفتاح اكثر على الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين ليس فقط في تعليم اللغه الانجليزيه والفرنسيه فقط او اللغات الاخرى حتى في اطار التكوين في المجال التخصصات الاخرى العلميه والتقنيه. وفي هذا الاطار معناها لا يسعني ان نذكر معناها كاين كثير من التجارب اللي تمت مع مؤسسات اخرى. يعني الحمد لله اليوم اضفنا معناها ثقه جديده وهي ثقه مجلس المحاسبه وعندنا تقريبا سنه ونصف الان اللي نديروا في عمليه التكوين لاطارات المؤسسه الوطنيه لاشغال الابار. فرصة مشرفة أني ألتقي بالسادة الكرام وأكيد يعني كانت فرصة ثانية عظيمة أنه المدير أعطاني هذه الفرصة باش نكون أستاذة للسادة الكرام يعني راهم غاليين عن التعريف. والحقيقة كانت 50 ساعة فاتت يعني بطريقة سريعة جدا لكن الحمد لله في الشيء الذي يهم أكثر أنه كانت يعني مرضية. النتيجة كانت مرضية الحمد لله. نأمل إلى المزيد. الرئيس كذلك بالنسبة لرئيس المركز والأستاذ على الرعاية الخاصة اللي منحوها السنة هذه ونتمناو أنه إن شاء الله نراو ثمرة هذا المجهود. وكذلك بالنسبة للمجلس عنده سياسة خاصة به بالنسبة لانفتاحه وعلاقته مع معناها الجهات الاخرى. نتمنى كذلك انه تكون الانفتاح هذا مش موقوف فقط على التكوين في اللغه الانجليزيه كذلك بالنسبه للمخابر كما نقولوا تاع الجامعه. احنا كمهنيين معناها نتمنى تكون كاينه
طلبت منا السيدة مديرة الهيكل الإداري أننا نديروا لها فاكسيو بروفورما بالنسبة للمرحلة الثانية، أعطيناها على أساس تعاون. في إطار اتفاقية أمضية من طرف جامعة قاسم الرباح ممثلة في مركز التعليم المكثف للغات والغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة لا كور دي كونت، دونك وهذه الاتفاقية هذه مضمون تاعها هو يعني تكوين القضاة في اللغة الإنجليزية، والمرحلة هذه بدأت في أكتوبر 2018 وانتهت في 20 جانفي 2019. كان مجموع الحجم الساعي تاعها 50 ساعة في المستوى الأول اللي هو A1 في تعلم اللغة الإنجليزية لتكنيك إكسبريسيون أورال ليكريت. دونك اليوم جات المرحلة تاع لا روميز دي زاتيستاسيون دو فورماسيون، دونك تسليم شهادات التكوين من طرف السيد مدير الجامعة بيان سور بحضور النواب تاعه بحضور مسيو البريزيدون دو لا كور دي كونت رئيس الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة والمديرة مديرة الهيكل الإداري اللي مضات العقد معنا في الجامعة. دونك اليوم نتشرفوا وهذا شرف لينا والجامعة ونحتفلوا بهذا التكوين على كل حال اللي جرى في ظروف جيدة، وكانت يعني كل الآراء نتاع السادة القضاة اللي تابعوا هذا التكوين يعني كانت كلها آراء جيدة، والدليل على أنهم أبدوا الرغبة في أنهم يواصلوا التكوين، وإن شاء الله بالك سنعود نمضوا اتفاقيات واحدة أخرى باش يواصلوا لأنهم داروا المستوى الأول، وتكون هناك إن شاء الله باقة ثلاث مستويات كي نعود نمضوا نواصلوا معهم. هذا هو اليوم رانا في لا سيريموني دو روميز دي زاتيستاسيون دو فورماسيون، وشكرا. عفوا.